هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز القول بأن الحروف الموجودة في أوراق المصحف مخلوقة؟ الكلام كلام الله، وأما الحروف يعني المداد اللي هو الحبر والورق هذا من صنعنا، والكتابة من عملنا، ولذلك الخط يكون جيدا ويكون الخط غير جيد لأن هذا عملنا. أما القرآن فهو كله لله الحمد، كله مضبوط وكله جيد، لكن الكتابة هذه كتابتنا وهذا عملنا، والحبر حبرنا والورق ورقنا، لكن المكتوب هو كلام الله، المكتوب هو كلام الله، الذي يقرأ هو كلام الله. نعم.